بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشتغل تجربة الجلوكوز. معانا النهاردة أول حاجة هنبص على البروسيديور من البامفلت. عادي جدا هتلاقي إن موجود عندك 3 أنابيب بالنسبة للبلانك والستاندرد والسامبل، وعندك 3 ريجنت الأرتو والستاندرد والسامبل. هبتدي أظبط نفسي مع الراك هنا وأبتدي أحط أنبوبة ال3 أنابيب بالتفسير ترتيب الجدول، البلانك والستاندرد والسامبل. واجي احط الريجنت بتاعتي هتكون جايه في الامتحان مظبوطه، مش هتظبطها. هتحط R2 والستاندرد والسم. هنبص على R2 هنا، هنلاقي هنا عايزين 1 مللي في البلانك، 1 مللي في الستاندرد، و1 مللي في السم. طب انت مكتوب 1، ما المللي اهي، انت بص 1 واللي هنا 1 مللي، تمام كده. هسحب ال1 مللي دي ازاي؟ هسحبها بت ال1 مللي واسحبها كلها، بس بت ال1 مللي مكتوب عليها 1 اهي، تمام. ابتدي احطها هنا كده وابتدي انضف الاول عشان لو في ميه فيها ولا حاجه، وبعد كده اسحب 1 مللي. ال1 مللي سهل تسحب خالص، اسحبها كلها. كده انت معاك 1 مللي بالظبط. ابتدي احط في اول انبوبه، بس ركز انت بدات منين عشان ما اجيش تحط في انبوبتين مع بعض. بس انا كده حطيت، هبتدي اسحب كمان 1 مللي. كده انا سحبت كمان 1 مللي، كده احطه هنا. تمام، كمان 1 مللي، مش مشكلة هطلعها كده خالص. بعد كده كمان ايه؟ كمان 1. بعد كده بتنزل كويس، فانت ممكن تنزلها بقك بقى عشان تبقى نضيفة معاك، بس في الامتحان مضطر يعني. بس خلاص، طق طق طق. 3 2 1، يلا جاهز. بعد ما حطينا الواحد مللي من الار 2 في كل انبوبه من 3 انابيب، هنبص بعد كده للستاندرد. ركز بقى معايا قوي كده، انت عندك هنا دي بالمايكرو، لكن دي كانت بالملي، دي مايكرو ودي ملي. خلي بالك، انا بص هنا، هبص هنا الاقي هنا ما فيش في البلانك، في الستاندرد الاقي 10 مايكرو، وفي السامبل اللي فيش 10 مايكرو دي هسحبها من بيت المايكرو. طب اسحب ازاي؟ طب بيت المايكرو دي اساسا كلها 1 من 10، 1 من 10، يبقى انا عايز اسحب 10، يبقى انا اسحب كام؟ شرطه واحده بس، شرطه واحده من بيت المايكرو. هجيب الستاندرد اهو، قلت لي اسحب شرطه واحده من بيت المايكرو. يعني انا سحبت شرطه واحده بس. فكرة احطها فين بقى؟ ركز بقى، احطها في انبوبة الستاندرد في اللي في النص. اللهم ارسل السماوات في الارض يعني. دلوقتي احنا حطينا من الستاندرد 10 مايكرو، بعد كده هحطه من السامبل برضك 10 مايكرو، بس انا لازم اغسل البيبتا الاول، مش ينفع اعملها لما اغسل البيبتا. بعد ما حطينا الستاندرد وغسلنا البيبتا، هنيجي نقول للسامبل هناخد برضه بالمايكرو، يبقى 10 مايكرو في ايه؟ في انبوبه السامبل بس. هنبتدي اجيب السامبل اهيت، وابتدي انضف لو يكون فيها ميه، تمام، واسحب بيبتا المايكرو كام؟ شرطه واحده برضه زي اللي فاتت بالظبط. تمام، وابتدي احطها هنا، اخلي احاول انزل تحت خالص جوه خالص عشان تنزل جوه على طول. تقريبا عشان هي صغيره برضك، ايه حاول انك ايه تنفخ برضو، مش مشكله البابلز، بس انت مش بتدي حاجه اوريك يعني، تمام. يبقى احنا كده بعد ما خلصنا الجدول بتاعنا هنبص، هنلاقي ميكس اند انكيوبيت، اما حاجتين، اما 10 مينت عند 37 درجه، يعني 37 درجه ده الووتر باس لو في ووتر باس. طب لو ما فيش ووتر باس يبقى في، يبقى انا استنى 30 مينت 30 دقيقه في الروم تمبرتشر من غير ووتر باس. بعد كده هروح على الجهاز هناك وهشتغل، انا الويف لينس بتاعي اهوت موجود، وهظبط واخد الابسورد. تمام،
في بس ملحوظه صغيره في الشغل بتاعنا دلوقتي. الستاندرد ممكن يجي لك في انبوبه، قلت له حاليا ستاندرد مفيش مشكله خالص، اما يجي لك في قطاره زي دي مكتوب عليها جلوكوز ومكتوب تحت منه ستاندرد برضه، تمام كده مفيش مشكله.